هذه المرحلة الحالية سبق العفو في الأصول. اليوم وصلنا إلى إعداد مشروع قانون أساسي. كما وعدتكم انه نهار 13 مارس اللي كيحتفل فيه الشعب المغربي باليوم الوطني للمجتمع المدني، اليوم كنجتمعوا في القنصليه المغربيه بإوتريخت بالطاقم ديال الجمعيه اللي هو عباره عن هيئه تاسيسيه يعني مؤقته اللي كان معهود بها انها توضع واحد مشروع قانون اساسي وقانون داخلي وتفكر في الاهداف ديال الجمعيه. اليوم قدمت هذا المشروع هذا للاخوان اللي هما الجمع العام، وان شاء الله راه تناقشات وعطات كل واحد عطى الراي ديالو، ونتمنوا ان شاء الله الخير لقدام. والقنصليه راه الاشاره ديال هذه الجمعيه حتى توقف على رجليها. كنتمناو حنايا نكونوا واحد الكتله، واحد الكتله يعني ديال الكفاءات اللي تكون عندها واحد الارضيه يعني يعني صحيحه باش تفيد الصالح العام، ونحاول ما امكن ان شاء الله ان نحقق بها المعجزات، لان البدايه في الحقيقه كتكون صعبه جدا، ولكن اذا لقينا يعني الدعم المعنوي في المرتبه الاولى هذا الشيء غادي يخلينا نزيدوا القدام ونحققوا المعجزات ان شاء الله. مشروع يعني في حقيقه قديما جديدا، الهدف منه هو يعني تجميع الكفاءات والاطر المغربيه التي يمكن ان تساهم في بلوغ اهداف للجاليه. وهذا اللقاء اللي نظمته القنصليه دوزاتو هذه الكفاءات اللي هما خاص بالهولنديين ومغاربه الهولنديين خصني نقولوا هيدا كان، وعندنا الطموح فيها باش من بعد يقبطوا في يد في يد ونزيدوا القدام للمصلحه ديال العام ديال المغاربه في هولندا. وهذه المصلحه هذه كتهم التربيه، كتهم كتهم الدراسه، كتهم اي حاجه للمشاكل اللي كنعرفوها عندنا في المهاجرين هنا في هولندا. ما شاء الله انا عندي واحد الامل كبير في هذه الجمعيه هذه، ولكن باقي خصنا احنا هذه البدايه، لكن باقي خصنا نزيدوا القدام، وكنطلبوا بالله التوفيق.